اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده. الله، فاكرين اللعبه بتاعه القرصان اللي احنا قعدنا ان احنا نحفر فيها عشان نقدر ان احنا نطلع الجولد والمجوهرات الحقيقيه؟ النهارده بقى هوريكم بعد ما قعدت احفر كتير قوي وادور على الكنز دي الحاجات اللي طلعتها. الله، انا تعبت فيها جدا جدا عشان اقدر ان اطلعها لكم كلها، فهنبتدي نتفرج عليها. اول حاجه كده كان معانا عمله نادره من الذهب، شكلها حلو قوي قوي قوي. بصوا دي اول حاجه معايا، العمله الفظيعه المرعبه قوي دي. اوكي، شكلها بقى فعلا جامد، وعليها الناحيه التانية ايه وش كده راجل قرصان. فدي شكلها عمله قديمه قوي من الايه من بتاعه القرافنه. الله، شكلها فعلا جامد. اول حاجه معايا، اوكي دي مصنوعه بقى من الذهب ففكرتها حلوه. تاني حاجه بقى معايا، بصوا ايه ده، دي حجره بقى ايه فيها ذهب برضو، شكلها جامد جدا. بصوا متشكله ازاي، الله دي اكيد طبعا غاليه قوي قوي قوي، زي ما شايفين لون الذهب اللي فيها بيبرق كده، فهي حجره على ذهب ففكرتها برضو فعلا حلوه. دي برضو لقيناها من ضمن الكنز بتاع القراصنه. اوكي، بصوا بقى شكلها جامد ازاي. تاني حاجه معايا، بصوا بقى ايه ده، حجر طبيعي. الله، بصوا كريستاله كده لونها اخضر، تحسوا ان هي شبه الدايموند، جوهره جامده جدا، فيها شرخ كده من جوه مش مشكله، بس لونها كمان حلو قوي. كل الحاجات دي بقى لقيناها جوه، ولقينا بقى بصوا لقينا ايه تاني هوريكوا دلوقتي. لقينا بقى ايه غير الايه الدايموند اللي احنا لقيناها، في بقى حاجه تانية. ايه ده، واو ده حجر كريم لونه ابيض كده بقى، وفي فزوق يعني عروق كده لونها ايه جراي، شكله جامد جدا برضو لونه ابيض. اوكي، وهنا بقى برضو في حجر تاني كريم لونه ازرق في بينك، لونه قصدي جراي في بينك، روز كده فاتح، تحسه انه عامل زي الرخام، شكله برضو حلو قوي. وهنا بقى في حجر اسود يا مامي، ده شكله فعلا تحفه، واو تحسه ان هي زي اللؤلؤه سودا كده. ومعانا هنا بقى ايه حجر تاني شفاف خالص على ايه على موف كده. كل دي احجار كريمه فكرتها فعلا حلوه جدا، ودي كلها من الكنز بتاع القرصان اللي معانا. وهنا بقى في حجر شفاف خالص لونه على ابيض كده، شكله برضو حلو جدا. ومعانا ايه تاني، بصوا في حجر كده لونه على موف غامق على ايه على اسود بيربل كده، واو ده من ضمن الاحجار برضو النادرة قوي. كل الحاجات الفظيعة دي بقى فيه معلومات كتيرة جدا عليهم في الورق اللي معانا. كل ده لقيناه بعد ما حفرنا بقى في اللعبة الفظيعة قوي دي بتاعة القرصان والكنز. وده الكنز بتاع القرصان، شكله فعلا حلو قوي، وطلعنا فعلا حاجات كتيرة جدا جدا. كانت لعبة فعلا ممتعة قوي. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن الحجارة، الحجر اللي احنا طلعناه ده والذهب وكده، ممكن تقروا الورقة اللي جاية مع اللعبة. اتمنى يا صحابي تكون اللعبه الفظيعه دي عجبتكم، بليز قوليلي في الكومنتات رايكم فيها. بليز منسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.